يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج تو كلينك. دكتور حمد أبو حمد، حياك الله معنا. الله يحييكم وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله نقدر نقدم معلومة طبية يستفيد منها المجتمع. أكيد أكيد إن شاء الله دكتور. دكتور حمد أبو حمد، حضرتك اختصاصي في طب العائلة. دكتور، يمكن عندنا كثير من الأسئلة اللي ممكن نستفيد من حضرتك ونوصل معلومات إن شاء الله توعوية دوائية طبية للسادة المشاهدين. بالضبط. دكتور، في البداية نبي نتكلم عن مرض السكر. مرض السكر مرض منتشر عندنا هنا في الكويت، لأن أعتقد له ارتباط وايد كبير بارتفاع أعداد السمنة اللي أيضا يعني أرقام وايد كبيرة عندنا هنا في الكويت. دكتور، كلمني عن مرض السكر بشكل عام وأنواع مرض السكر. فعلا مرض السكر مرض منتشر دولة الكويت، احنا حاليا الثاني عالميا في مرض السكر، واذا استمرينا بهالناحية ممكن احنا نصير الاول. هذا طبعا يعود لاسباب وراثية ويعود لاسباب هم بعدها علاقة بحياتنا الاجتماعية. نعم، ممتاز. دكتور، شنو تقصد بالضبط في الحياة الاجتماعية؟ يعني هل مثلا قلة الحركة، عدم ممارسة رياضة، نوعية الاكل، شنو بالضبط دكتور؟ فعلا احنا الحين بسبب الحياة المعاصرة نستخدم سيارة كوسيلة تواصل، خاصة مع درجات الحرارة العالية اللي عندنا، وتعودنا على هالأمور. تعودنا ان احنا كل شيء قاعد نسويه على طريق الراحه. صحيح. تعودنا ان احنا نبي نريح نفسنا، فقلت عندنا الحركه تبارك الرحمن كل شيء متوفر عندنا بدوله. صحيح. الكويت من ناحيه الاكل، من ناحيه تسهيلات الامور. فهذا شنو سوى؟ سوى الحين عندنا احنا فائض بالكميه الاكل اللي احنا قاعد ناكله واحنا مو قاعد نستهلكه. فهذا اثر على جسمنا. اهلك البنكرياس عندنا، اهلك خلايا الجسم عندنا، مما زاد عندنا مشاكل السمنه ومشاكل السكر والامراض الثانيه من بعد. الله يكافينا ويكافيكم ان شاء الله. ممتاز. دكتور، لو بنتكلم عن مرض السكر بشكل عام، كلمني شنو هو مرض السكر وشنو هي انواعه دكتور؟ انزين، السكر بالبدايه قبل لا اسميه مرض احب اسميه كحاله. انزين، لان مشكله السكر احنا نتحكى ان الجسم مو قاعد يصرف كميه السكريات اللي قاعد ياخذها. نعم. هي مو مشكله بحد ذاتها كثر ما هي المشكله في المضاعفات لارتفاع السكر. نعم. انزين، دائما احب انا اقول هالكم كلمه حق المراجعين عندي بالعياده عشان ما يعيش الاستيغما، ما يعيش الخوف انه سكره عالي. صحيح. ابي ان نوصل مرحله ان نتحكم فيه ويقدر يمارس حياته طبيعيه على قدر الامكان. ممتاز. دكتور، من كناحيه طبيه كلينيكيه شلون يصير مرض السكر؟ مرض السكر يعتمد، هو طبعا سبيكتروم، هو طيف يبتدي ممكن من ناحيه ان البنكرياس قاعد يتدمر من ناحيه او ان الجسم ما هو قادر يصرف كميه السكريات عن طريق خلايا الجسم. ان البنكرياس شغال، الانسولين شغال في نوع السكر الثاني. نعم. لكن لان انا الحين بطريقه مزمنه ان الانسان مو قاعد يستهلك السكريات، مو قاعد يمارس الرياضه او الحركه الكافيه، والكميه استهلاكها عاليه، اهلك جسمه. صار الباب اللي يدخل السكريات مجين في النوع الثاني. نعم. عكس النوع الاول اللي البنكرياس مو قاعد ينتج لي انسولين كفايه. ممتاز. دكتور، الحين صار عندنا النوعين اللي هو النوع الاول والنوع الثاني. دكتور، اي هو اللي اكثر انتشارا عندنا هنا بالكويت، في النوع الاول او النوع الثاني؟ سؤال مهم، يعطيك العافيه عليه. طبعا هو النوع الثاني المنتشر عندنا، وهذا بسبب حياتنا المعاصره، قله الحركه عندنا، اسلوبنا، نمطنا الحياتي، نوعيه ان احنا كل ما نروح مكان قاعد ننعزم، لازم الواحد ياكل. الدواوين اساسها اكل، والدواوين اساسها قاعده. إنه ما في برنامج حركي رياضي عندنا. صحيح. ما في عندنا أسلوب حياة صحي عندنا بالمجتمع الكويتي. ممتاز. الدكتور حمد أبو حمد، عندي الكثير من الأسئلة، لكن إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، نأخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيخ مع الدكتور حمد أبو حمد. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين. عندنا من بعد الفاصل دكتور حمد ابو حمد، كنا قاعد نتكلم عن اللايف ستايل، ان كان صحي او مو صحي بالنسبه حق دولتنا هنا بالكويت، وايضا قاعد نتكلم ما هو السكر ان كان حاله نفس ما حضرتك وضحت، وانواعه ان كان النوع الاول او النوع الثاني. لكن دكتور، يمكن في اعراض معينه ممكن نوصل معلومات حق الساده المشاهدين، ان اذا حسيت بهذه الاعراض يجب عليك ان انت تروح تفحص، لانك ممكن تكون احد هؤلاء الاشخاص المصابين في مرض السكر النوع الاول او النوع الثاني. ممتاز، شاكر لك على سؤالك، لان هذا في شغله مهمه اوضحها.
النوع الثاني عادة يكون من غير أعراض. فمهم إن الإنسان لما يجي عشان يبي يحافظ نفسه ما يصير في النوع الثاني الوقاية. الوقاية قبل يصاب المرض الثاني. لأن عادة متى شخص الإنسان بالمرض الثاني عادة يبي يسوي تحاليل كلينيكية عادية وصدفة إنه يصير فيه. إنزين. غير النوع الأول، النوع الأول عادة نكتشفه إن في أعراض تكون موجودة اللي هي أعراض إنه يكون خلاص إنه يحتاج دخول المستشفى، الأسيتون يكون مرتفع بالدم، يحتاج دربات، يحتاج إنه يعطيه إنسولين عشان لا يصير عنده تحمض بالدم، ويكون في معالوعة، في معاث الأسيتون بريث اللي هو نفس الأسيتون ريحة معينة يكون فيه. غير النوع الثاني ممكن يكون في أعراض بالنوع الثاني زين اللي هي ارتفاع السكر اللي هي كثره الشرح على الماء، روحه الحمام بكثره، الشرح على الاكل، او اعراض هبوط السكر اللي هي الاعصاب اللي هي ابن الواحد على طول يحس نفسه يعان، يحس انه في رجفه، في انه قاعد يصب عرق زين. وهذا مهم لانه ممكن هم بعد اذا ما حافظ على نفسه يدش بغيبوبه. صحيح. الغيبوبه ممكن يقوم منها يمكن ما يقوم منها. صحيح. ممتاز. دكتور اذا احد الاشخاص صار معه هذه الاعراض او مثل ما حضرتك بينت انه ممكن من خلال محض الصدفه اكتشف انه هو عنده مثلا مرض السكري. دكتور اذا احد صار فيه الاعراض وياكم مثلا العياده. حلو. شنو في البدايه الناحيه التشخيصيه اللي تسوونها حق عشان تكتشفون اذا هو حامل لهذا المرض او لا؟ ممتاز. أساس التشخيص للسكر يعتمد على قراءات السكر في الدم. في قراءات روتينية اليومية تكون ممكن نستخدمها، سواء الشخص لما يكون صايم أو بعد ساعتين من تناول الطعام أو ساعتين من كمية سكر من 50 إلى 100 جرام، أو ممكن تكون شيء اسمه السكر التجسسي. السكر التجسسي هذا عبارة عن شنو؟ هذه نسبة مئوية عن كم من الخلايا الدم الحمراء اللي بالجسم خلاص لصق فيها السكر. احنا كلنا لازم يكون في نسبه موجوده عندنا. هذه النسبه اذا تتجاوزت 6.5% معناته الشخص هذا عنده سكر. في حالات كلينيكيه ممكن يكون الرقم اقل من ذلك ولا يمحين يكون عنده سكر، الناس اللي عندهم تكسر بالدم، مشاكل انيميا مزمنه، فقد يكون السكر تجسسي اقل من 6.5 لكن لا يزال عنده سكر. صحيح. فهني اعتمد على قراءات السكر وهو صايم وما بعد الاكل. ممتاز. دكتور لو بروح حق الناحيه العلاجيه دائما شنو الطرق العلاجيه لامراض السكر من النوع الاول او الثاني؟ ممتاز. احنا اول شيء تحكينا فيه بالموضوع عن تعديل نمط الحياه. ممتاز. زين نمط الحياه من ناحيتنا احنا شنو قصدنا فيه؟ قصدنا فيه هل انت قاعد يعني بلغتنا الكويتيه رباري في البيت؟ صحيح. قاعد ساعه ما تتحرك. قاعد مجابل تلفزيون، مجابل شاشه، مجابل شيء قاعد يمنعك عن الحركه. صحيح. او انت قاعد تتحرك كل ساعه تقوم تسوي شغله معينه، قاعد ساعد، قاعد تعدل شيء، مارس رياضه، مارس لا الرياضه شيء ثاني. أيه. حلو انك تجيب تندق هذه عندنا. انا ابي افرق ما بين الرياضه وابي افرق ما بين الحركه العاديه اللايف ستايل مال الشخص. اللايف ستايل العادي مال الشخص نبي نقول الشخص يوصل 10,000 خطوه باليوم. قدرت اكثر خير وبركه. ما قدرت تبي تقسمهم كان بيها. حد انك ما توصل حق الشغله هذه. واذا دعمتهم بنص ساعه رياضه حركيه تزيد فيها ضربات القلب لمدة نص ساعة باليوم على 5 أيام بالأسبوع، ممتاز، هذا مطلوب. زين، ومنها الواحد يبني على الأمور هذه. والناحية الدوائية دكتور؟ الناحية الدوائية طبعا أكثر دواء مشهور بالنسبة حق السكر النوع الثاني. نعم. الجلوكوفاج. صحيح. والنوع الأول الإنسولين. لكن الحين من الأدوية من نتجه إحنا إلى حق السكر على المضاعفات. إحنا قلنا إحنا مشكلتنا مو مع السكر. صحيح. كأرقام. فالحين توجهنا على معالجة السكر كأرقام هذه صار ستايل قديم. صحيح. صار الحين أسلوبنا إحنا اللي بنمنع المضاعفات مال السكر. عادل. اللي هي المضاعفات سواء كانت اللي بالعين اللي بالكلى اللي بالقلب. فصار توجهنا صار في أدوية مخلوطة مع الجلوكوفاج ممكن نعطيها حتى كخطوة أولى في النوع الثاني مال السكر. ممتاز. ممتاز. دكتور حمد محمد باسمي باسم أسرة برنامج تو كلينيك نقدم لك كل الشكر على هالمعلومات هذه القيمة. جزاكم الله خير. نطيكم. الله يسلمك إن شاء الله. أعزائي المشاهدين. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.